طفلة فلسطينية بتر الاحتلال وحد ساقيها خلال عدوانه الأخير على غزة، ولكنها نهضت لتواصل مسيرها بكل عزيمة وكفاح، مثبتة للعالم أجمع أن من على هذه الأرض يستحقون الحياة. أنا الجريحة فرح حازم سليم، عمري 11 سنة. أنا مبسوطة كتير لأني رجعت على المدرسة وصلت بين صحباتي ومعلماتي. كانت رجلي زمان وأنا بالأردن توجعني، أما لما ركبت طرف وبطرولي إياها الحمد لله بطل في الوجع. بوجه رسالة الشكر للملك عبد الله ولكل الشعب الأردني وللدكاترة اللي عالجوني. والله أولادي كانوا نايمين في البيت وفجأة صار القصف من غير سابق إنذار، وانصابوا عندي 4 من بينهم فرح. كانت إصابتها للأسف كانت يعني صعبة جدا، أخذناها مستشفى الشفاء وبدوا يعالجوها، بس وضعها كان الصحي صعب جدا لدرجة أنه نشدنا برا. الملك عبدالله قبل أنه يأخذها ويعالجها، والحمد لله أخذناها وعالجناها برا وركبوا لها الطرف، وهنا الحمد لله رجعنا. ما شاء الله عليها فرح، فرح قوية وشاطرة وبتتحمل رغم كل اللي صار معاها، هي متحملة الحمد لله. دعمناها الحمد لله، يعني هي كانت ظروفها صعبة بس أنا دعمتها، المديرة دعمتها، المرشدة دعمتها، ناس كتير غاد في الأردن دعموها، والحمد لله هي ما شاء الله عليها شاطرة وجدعة. نحتفل اليوم باستقبال الطالبة فرح حازم سليم المصابة في الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة، والذي أدى إلى بتر ساقها. جاءت من المملكة الأردنية الهاشمية بعد شهور طويلة من فترة العلاج، نستقبلها لدعمها معنويا ونفسيا برعاية وزارة التربية والتعليم العالي بإشراف مديرية التربية والتعليم غرب غزة، وبحضور شخصيات معروفة. دعم نفسي ومعنوي لهذه الطالبة حتى تعود إلى مقعد الدراسة وهي بمعنوية عالية. الوزارة مشكورة، هيئت للطالبة الشاحط المناسب لها حتى تكون سهلة لها في المشي في المدرسة، ووفرت لها مقعد دراسة وصف دراسي مناسب. أتمنى أن تكون طالبة عادية طبيعية تمارس حياتها التعليمية وأن تكون من المتفوقات بإذن الله. طبعا فرح إصابتها كانت بتر لقدمها، وفقدنا الأمل أنه هي ترجع زي ما كانت وتواصل دراستها مع زمايلها، لكن الحمد لله رب العالمين بعد سفرها للأردن وتركيب طرف لها وعلاجها اليوم فرح قوية وقادرة، والحمد لله رب العالمين راح تيجي على المدرسة وتمارس حياتها رغم الصعوبات اللي حتواجهها، لكن هي قوية وقادرة انه تكمل حياتها وتعيش زيها زي اطفال فلسطين. هنا غزة التي جبلت ابنائها على مواصلة درب كفاحهم بكل قوة وشموخ، وعلمتهم كيف يسترقون حياة من الحياة. سنابل الغول، وكالة خبر غزة فلسطين.